السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نشوفه مع بعضنا طريقة تغيير لون واجهة برنامج الإكسل. طريقة سهلة جدا. نجيو لهنايا نكليكو على دروات، كليكو على دروات، نجيو لهنا بيرسوناليزي لا بار دوتيل أكسي رابيد، نجيو لهنا ستاندار، ونجيو لهنا جود كولور. ها هنا عندنا البلو، نخيرو مثلا أرجنتي، نديرو أوكي. لاحظوا بلي الواجهات بدلت. نعاودو نرجعو لهنايا، كليكيو هنايا، نجيو ستاندار مثلا نديروها في النوار، هنايا نديرو اوكي. لاحظوا بلي الواجهه تاعنا تبدل كذلك. نتمنى يكون الدرس سهل وما تبخلوش علينا دعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.